تفاصيل اشتباكات بين اللاعب العربي والسيب في كأس الاتحاد الآسيوي. ولكن قبل ما نبدأ بالفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك. اشتبك عدد من لاعبي السيب العماني مع العربي الكويتي عقب صافرة نهاية مباراة الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب اليوم، وبعد صافرة الحكم بنهاية المباراة وتأهل السيب، ظهر مقطع فيديو يكشف اشتباك عدد من لاعبي الفريقين واعتداء سليمان عبد الغفور حارس العربي على النيجيري دانييل جيبولا لاعب السيب في حين تدخل آخرون لإنهاء الاشتباك. أحداث موصفة شهادتها مباراة العربي الكويتي والسيب العماني. حارس الأخضر سليمان عبد الغفور يعتدي على محترف فريق الضيف العربي، يخسر 2-1 في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي، ونجح السيب في انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب بعد فوزه المثير 2-1 على مستضيفه العربي الكويتي في نصف النهائي. وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص المتاحة خلال الشوطين الأصليين لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.